يا بنات الفكر ما انتي بمعذورة، حضري بالجزل جمعي وانفرادي، شاعر والشعر ابنها المنبحورة، وارسم الاهداف واقدح من زنادي، ربعي اهل العز ورجال المشورة، حرب وفينا المكارم لابت تاريخنا يزا سطورة، بالشجاعة والكرم في كل نادي، واسمنا مثل الجبال أم الصخورة، مزبن المنحدة من الوقت حادي، فالزمان اللي مضى وقفت صورة، في زمان اليوم حامينا الشدادي، حرب في كل الميادين مخبورة، بالوفا والطيبة ولا بالعنادي، جارنا نرفعها ما نجرح شعوره، والخوي برواحنا دونه نفادي، من دخل فوجيهنا ظله صورة، من تحدنا يبشر بالنكادي، ما نهب الموت وانسبق سبوره، لا التحم حد الصواريخ الحدادي، وحيث ما جل الرمك عجه وثوره، من دم الاخصام مروين لها نادي، جبت علم الصدق ما لفقت زوره، ما نقلت الا الحقيقه والوكادي، كل حرب فلقى وقت الضرورة، ينطح الغارات ويصد المعادي، والقبائل كل بفعله ودوره، فالسنين الأولى توفى الجدادي، كل دار فيها حق من صقوره، من كر التاريخ خطلنا والوطن في ظل حكم أخوان نوره، بعد فضل الرب خلق العباد، دولة بالدين والعز معموره، ما ولو أهل البدع والاعتقاد، في يدين رجالها الرأي ومشوره، حرروها والجهل قصة وجذورة، واحتموها من براثين الفساد، واسسوا للعلم صرح شاع نوره، بين كل الناس في حضر وبوادي، والجهل والخوف قفلنا عصوره، راح في وقت النهايب والطرادي، يوم كل ملتوي بشناق كوره، لا الغزو في حر ولا في برادي، وقبلوا سلام شاعر من شعوره، عبر الابيات واختار الجيادي، حرب يما ضر ميقفه ودوره، لا كليل ولا بخيل ولا انحيادي، ربع يمعبد مذاخير النمورة، عسكر البارود لا ندى المنادي، والكلام الجزل ما تمل سطوره، والسلام اختام والجزل عتادي، والكلام الجزل ما تمل سطوره، والسلام اختام والجزل عتادي، يا بنات الفكر حضري بالجزل جمعي وانفرادي، شاعر والشعر ابنها المنبحورة، وارسم الاهداف واقدح من زنادي، ربعي اهل العز ورجال المشورة، حرب وفينا المكارم والمبادي، لابت تاريخنا يزا سطوره، بالشجاعة والكرم في كل نادي.
واسمنا مثل الجبال اما الصخور مزبن المنحدة من الوقت حادي فالزمان اللي مضى وقفت صوره في زمان اليوم حامل الشدادي حرب في كل الميادين مخفوره بالوفا والطيبه ولا بالعنادي جارنا نرفعها ما نجرح شعوره والخوي برواحنا دون نفادي من دخل فوجيهنا ظله صوره من تحدنا يبشر بالنكادي ما نهب الموت وانسبق سبوره لا التحم حد الصواريخ الحدادي وحيث ما جل الرمك عجه وثوره من دم الاخصام مروين الهنادي جبت علم الصدق ما لفق تزوره ما نقلت الا الحقيقه والوكادي كل حرب فلقى وقت الضروره ينطح الغارات ويصد المعادي والقبائل كل بفعله ودوره فالسنين الاوله توفى الجدادي كل دار فيها حق من صقوره من كر التاريخ خطلنا ليادي والوطن في ظل حكم اخوانا نوره بعد فضل الرب خلق العبادي دولة بالدين والعز معموره ما ولوا اهل البدع والاعتقادي في يدين رجالها الراي ومشوره الملوك اللي يحكمون البلاد حرروها والجهل قصى وجذوره واحتموها من براثين الفساد واسسوا للعلم صرح شاع نوره بين كل الناس في حضر وبوادي والجهل والخوف قفلنا عصوره راح في وقت النهايب والطرادي يوم كل ملتوي بشناق كوره لا الغزو في حر ولا في برادي وقبلوا سلام شاعر من شعوره عبر الابيات واختار الجيادي حرب يما ضر ميقفه ودوره لا كليل ولا بخيل ولا انحيادي ربع يمعبد مذاخير النموره عسكر البارود لا ندى المنادي والكلام الجزل ما تهمل سطوره والسلام اختام والجزل عتادي والكلام يا بنات الفكر من تيب معذورة حضري بالجزل جمعي وانفرادي شاعر والشعر ابنها المنبحورة وارسم الاهداف واقدح من زنادي ربعي اهل العز ورجال المشورة حرب وفينا المكارم لابت تاريخنا يزا سطوره بالشجاعة والكرم في كل نادي واسمنا مثل الجبال اما الصخور مزبن المنحدة سلام تسليم سوات النور جل يا الظلامي يضفي على اهل النوب والحضار حشمة واحترامي واللي نوار لحذري وقت الحج يلبس لحرامي
واجب على اهل يعني نذر له نذر يوفي فالنذر. وثاني يا مبروك يا جبرين يا ولد الزعامي الوندي سبع طلاه ويا قبله وسامي وفي مريخه يفل يمن والكان شامي ولي درعا شروط النذر يقبل عذور. سلام تسليم سوات النور جل يا الظلامي يضيع على اهل النوب والحضار حشمه واحترامي واللي نذر له نذر وقت الحج يلبس له حرامي واجب على اهل يعني نذر له نذر يوفي فالنذر. والثاني يا مبروك يا جبرين يا ولد الزعامي الوندي اللي بطلة ويوم له وسامي معروف ماريخه كرف اليمن والكان شامي ولي تعذر شروط العذر ما العذور. سلام تسليم سوات النور جل يا الظلامي يضفي على اهل النوب والحضار بحشمه واحترامي واللي نذر له نذر وقت الحج يلبس له حرامي وغيب على اهل يا نذر له نذر يوفي فالنذر. الوندي اللي يكسب الطلا ويكسب له وسامي معروف تاريخه وذكر في اليمن وان كان شامي وليا تعذر عن شروط النذر ما يقبل عذر. يا مرحبا عد النجوم وعد من صلى وصامي الله يحيي من لفانا من رفيعين المقامي سنة رسول الله لنا منهاج ما فيها كلامي والمؤمن اللي يدرك السنة على نذر حذر. الله يبارك فيك يا شيخ انت نادي بالاسامي هذه عوايدنا ومرفوع العالم في كل عام من هو مشى شرف كما السيف الحسامي والطيب ما بين العرب ما يختلف يبذر بذور. يا مرحبا عد النجوم وعد من صلى وصامي الله يحيي من لفانا يا رفيعنا المقام سنة رسول الله لنا منهاج ما فيها كلامي والمؤمن اللي يدرك السنة على نذر حذر. الله يبارك فيك يا شيخ انت نادي بالعوايدنا هذه عوايدنا ومرفوع العالم بكل عام من هم شاعز وشرف يعرف كما السيف الحسامي والطيب ما بين العرب ما يختلف يبذر بذر. حياكم الله يا هلا يشرق بريقه جيناك ما نون يقود من البحر ثعل شقيقه
قادم من المنشى على البرزة ويمشي في طريقه والرابح اللي طاع ربه واكمل فروض الصلاة. سلام للردة يا الحرم اللي لاحقة يا نعيمة وقت اللي قادم جيناك ما نون يقود من البحر ثعل شقيقة قدم من المنشى على البرزة ويمشي في طريقة والرابح اللي طاع ربه واكمل فروض الصلاة. سلام يشرق بريقه جيناك ما نون يقود من البحر ثعل شقيقه قادم من المنشى على البرزة ويمشي في طريقه والرابح اللي طاع ربه واكمل فروض الصلاة. يا مرحبا بمرحبا باللي يبدون الحقيقة وانتم مطير ليلكم تاريخ وعلوم وثيقة لا دورت لهجالكم مقافي وكل يطيقة زبنا الدخيل ونجدة المظلوم دام الله بلاه حنا الحروب الليل لا هيبه وضربات عميقة اللي صادقنا نعزه والعدو دايم نعيقه وان كان خيل فوق دار الطريق الله حريقه الله اكبر كان يهز البر عدوها اللي ماه يا مرحبا مرحبا انتم طير ليلكم تاريخ وعلوم وثيقه لدارج الهجالكم مياب وغنن يطيقه زبنا الدخيل ونذت المظلوم دام الله بلاه حنا الحروب الليل تاريخ وضربات عميقه الليل صادقنا نعزه والعدو دائم نعيقه وان كان يخيل فوق دار طريخ الله حريقه الله اكبر للهز والعدوها اللي ما انا ميا حرب حدد انا من رياجيل النشامه الله يديم افراحنا وافراحكم في كل عام انتم لكم تقديري يا الارحام زايد واحترامه ما نقصر الواجب على الارحام ذرفين اليمين والثاني شفنا الخيال اللي مخيل من تهامه خيل من البزه يا عسفاني والمزني ترامة عسى عواقبها تجي يرحمنا برد وسلامة وتوبع الدير بعد كانت من السابق سنين سلام يا حرب حدد انا من رياجيل النشامة الله يديم افراحنا وافراحكم في كل عام انتم لكم تقديري يا الارحام زايد واحترامه
ما نقصر الواجب عنا الأرحام درفين اليمين والزاني شفنا الخيال اللي مخيل من تهامة خيال من البرزال يا حصان والمزني ترامة عسى عواقبها تجي يرحمنا برد وسلامة وتربع الدرى بعد كانت من السابق سنين سلام يا حرب حددانا من رياجيل النشامة الله يديم افراحنا وافراحكم في كل عام انتم لكم تقديري يا الارحام زايد واحترامه ما نقصر الواجب عنا الارحام دربين اليمين والثاني شفنا الخيال اللي مخيل من تهامه خيال من البرزال يا عزفاني والبزري ترامه عسى عواقبها تجي يرحمنا برد وسلامة وتربع الديرة بعد كانت من السابق سنين سلام يا حرب حددانا من رياجيل النشامة الله يديم افراحنا وافراحكم في كل عام انتم لكم تقدير يا الارحام زايد واحترامة ونكسر الواجب على الأرحام دربين اليمين يا مرحبا ترحيب وافي من عزيزنا المقامة ترحيبت من بلي حضر بالحفل من شرق وشامة وانتم لكم تقدير والطيب مع الطيب مقامة هذه عوايد بيننا ما تختلف يا الغانمي تخيل للخيال اصحاوي عينك لا تنام جاتها بايب ردت للشام ومزون التزام حط مطر والبرق فيه شيب اللي في الفطامة يمطر على وادي ذره واهليها للخيرين مرحبا ترحيبت عزيزنا المقامة ترحيبت باللي حضر بالحفل من شرق وشام وانتم لكم تقدير والطيب مع الطيب مقامة هذه عوايد بيننا ما تختلف يا الغانمي يلي تخيل للخيال اصحى عينك لا تنام جاتها بايب ردت للشام ومزون التزام حط مطر والبرق فيه شيب اللي في الفطامة يمطر على وادي ذره واهليها للخير حياكم الله حياكم الله يا اللي صفقت مخايله يا برق ويا العد والمناشي والهبوب تحايله جينا نكمل واجب اللي وضعك مايله هذا كلام الصدق راح طيب محد يجهله والثاني يا وشور رجل سبحاني ربي كايله يجمع حضور الخلق كل ما ينطق لسانه قايله هذا اللي يجيب الحل يا العرافلية يعلنه سلام تسلم الحياة اللي صدقت مخايله يبرق ويرعد في المناشي والهبوب تحايله جينا نكمل واجب اللي ضايف جمايله هذا كلام الصدق راع الطيب محد يجهله والثاني يا وشور رجل سبحاني ربي كاينه يجمع حقوق الخلق كل في بطين شايله واليا جحت كل ما ينطق لسانه قايله
اللي يجيب الحل يا العرافيلي يعلنه. سلام تسليم الحياة اللي صدقت مخايله، يبرق ويرعد في المناشي والهبوب تحايله. إلى نكمل الواجب اللي ضايف جمايله، هذا كلام الصدق راع الطيب محد يجهله. مرحبا بالعلم واللي قايله، ترحيبة عند الرجال اللي يديها طايله. جيتوا على سبل الوفا والطيب من دلايله، راع الوفا بين العظم دايم رفيع منزله. هذا الجهاز اللي بجيبه كل يوم تعاينه، انت وغيرك يعرف ما فيه حاجه فاينه. الله يبارك في الزمان اللي علوم زاينه، هذا حلول اللغز والمعنى كشفنا منزله. عيدوا عيدوا يا مرحبا باب العلم واللي قايله، ترحيبة عند الرجال اللي بخيالها والبرق يبرق في المخاين. كل على معناه لا يبغى شهود ولا دلايل، المرعشي من حرب ثابت ما تغير من ذلك. والثالث على شبكة النيران في روس الفتايل، حنا قبايل الحرب والتاريخ يشهد بالفعايل. أهل الكرم وأهل الشهامة والحمية والأصايل، واللي يقع في حرب في درب الوفا يستاهل. سلام يا حضرة معبد والحضور من القبايل، جينا نكملكم على درب الوفا والراس طايل. انتم على التكميل والوقفات والرجال الجمايل، يا عسكر البارود يا اهل الطيب وانتم من هلا. انتم وحنا في المواقف الرياج الى الاوايل، لا خيالات بخيالها والبرق يبرق في المخايل. كل على معناه لا يبغى شهود ولا دلايل، المرعشي من حرب ثابت ما تغير منزل. والثالث على شبة النيران فيروس الفتايل، النقباي الحرب والتاريخ يشهد بالفعايل. أهل الكرم وأهل الشهامة والحمية والأصايل، لي صافي حرب في درب الوفا يستاهل. سلام يا حضرة معبد والحضور من القبائل،
جينا نكملكم عرض الغل والفا والراس طايل انتم هلا التكميل والوقفات والجال الجمايل يا عسكر البرود يا اهل الطيف وانتم من هلا يا مرحبا باهل الوفا والطيب ورجال العقايل ترحيب ينتظمي على الخطار ما فيها محايل انتم وحنا اهل الوفا والصدق ما هو قول قايل عسكر على عز وشرف وانت اسمنا ما تجهل افعالكم تعرف لي جات الصمايل نذبي لها مثل الجبال الراسية وشك زايل الله يبارك في الرجال اللي تنوخ للثقايل خلك على معناك واللي ما يناسبك زهل حنا لنا تاريخ يا ابو زيد فالفتفات هايل من شرقها لغربها ومن الجنوب الحد حايل حنا معبد عسكر البرود قاسين البلايل واللي يعاملنا على حسب الاصول العامل مرحبا باهل الوفا والطيب ورجال العقايل ترحيب تنتظمي على الخطار ما فيها محايل انتم وحنا اهل الوفا والصدق ما هو قول قايل عسكر على عز وشرف وانت اسمنا ما تجهل افعالنا وافعالكم تعرف لي جات الصمايل نذبي لها مثل الجبال الراسية وشك زايل الله يبارك في الرجال اللي تنوخ للثقايل خلك على معناك واللي ما يناسبك زهل حنا لنا تاريخ يا ابو زيد بالوقفات هايل من شرقها لغربها ومن الجنوب الحد حايل يلا حي حنا معبد عسكر البرود قاسين البلايل واللي يعاملنا على حسب الاصول العامل يلا حيهم يلا حيهم بيض الله يجيب الله يبقيهم الله يبقيهم الله سلام واسمع تيبه لا اله الا يا من حضار مثل الخيال اللي على الديره يغيل بالمطار دار من تصبح ربيع وديره تصبح دهار برق ورعد يزلزل بالجبال الراسيات جينا لحرب للوفا الدايم والاسم المعتبر أهل الوفا والطيب والأمجاد وحزم الظهر أيمانهم تعطى الجزيل وروسهم تقدع سطار هم عسكر البرود من مضى السنين الأولات وسالكم يا أهل العقول اللي لكم بصر وبصار وش رجل شاير رجل لين النهر ما بف البحر ما لحسيب ولا رقيب إلا الولي رب البشار ورجل نشال اللي يشيل الأخوان والأخوات سلام واسمع تيبه لا اله الا يا من حضار مثل الخيال اللي على الديره يغيل بالمطار دار من تصبح ربيع وديره تصبح دهار
برق ورعد يزلزل بالجبال الراسيات. جينا لحرب على الوفا الدايم والاسم المعتبر، أهل الوفا والطيب والأمجاد وحزام الظهر. أيمانهم تعطى الجزيل وروسهم تقدع سطار، هم عسكر البارود من مضى السنين الأولات. وسالكم يا أهل العقول اللي لكم بصر وبصار، وش رجل شاير رجل لين النهر ما بف البحر، ما لحسيب ولا رقيب إلا الولي رب البشار، ورجل نشال اللي يشيل الأخوان والأخوات. باب اسم الحروب الليلهم علم ونظر، ترحيبة تطلع مذن نور القمر نص الشهر، واللي على ضوء القمر ممشاه ما حول خطر، اللي تزلزل بالرعد ما غيرت بالثابتات. جدوا على عز وشرف يا أهل الزعامة والظفر، أنتم شباب ربعنا وقفاتكم عز وفخر، وقفاتنا دايم سوى بالحق لو طال العمر. اعتيب أهل الوقفات وأهل الطايلات، والثالثة يلي بنيت اللغز حل لي ظهر، حل ما غير السيل لا منه مع الوادي حدر. يا طنبا يا طسال ويغير سلوم الثذر، هذه حلول اللغز باسم والمعالي والصفات. يا مرحبا باسم الحروب الليلهم علم ونظر، ترحيبة تطلع مذن نور القمر نص الشهر، واللي على ضوء القمر ممشاه ما حول خطر، واللي تزلزل بالرعد ما غيرت بالثابتات. جيتوا على عز وشرف يا أهل الزعامة والظفر، أنتم شباب ربعنا وقفاتكم عز وفخر، وقفاتنا دايم سوى بالحق لو طال العمر. اعتيب أهل الهلال الوقفات وأهل الطايلات، الثالثة يلي بنيت اللغز حل لي ظهر، حل ما غير السيل لا منه مع الوادي حدر. يا طنبا يا طسال ويغير سلوم الأذر، هذه حلول اللغز باسم والمعالي والصفات. حياكم الله يا مرحبا. سلام للجبل داعيه جتنا دعوته، انجه لو بعد البحور السبع لجل مروته، الجابر الوندي على البلدات سيطر قوته، عايش على عز ومعزة الكريم ابن الكرام. انا يا شبنا مغيال ولا ما يمسوته، من مصر الجنا ولا يعلم بداية نشوته، زيد الهلال ما لبسكت وإمه كسوته، واللي يبي يلبس ثياب الخير تفرح الكمام. سلام إلى الجبل داعيه جتنا دعوته، إن جيه لو بعد البحور السبع لجل موته، الجابر الوندي على البرزات سيطر قوته، عايش على عز ومعزه الكريم ابن الكرام. والثاني يا جنا خيال ولا ما يتزوته، من مصر الجنا ولا يعلم
ويحييهم هلا هلا مرحبا حويضه الجامعي سيطر قوته عايش على ويحييهم سليم الجامعي ويحييهم الجابر الوندي على المرزات سيطر قوته عايش على عز ومعزه الكريم ابن الكرام وكان يا شبنا حيال والهوى يزوته من مصدر الجنا ولا يعرف بداية نشوته زيد الهلال ما لبس كسوة ولا هي كسوته واللي يبين يا مرحبا في مرحبا بليتنا ومس خوته جابر بين اخيكم ولا تخفى عليك سموته جابر وحنا من والبرزه بشهر موته حنا السيوف المرهفات اللي يقصنا العظام يا مهمنا مغوته ويا جهلت مصدره معروف انا ما فوته اللي يغوط درسنا يلقى رجال نكوته اللي يبغى يلبس من يلبس حرام سلام لله الثاني عندكم يا الأول عندنا وين كده بشر الموتة يا مرحبا في مرحبا بليتنا ومسخوته جابر بن اخيكم ولا تخفى عليك سموته جابر وحنا من والبرزه بشر موته حنا السيوف المرهفات اللي يقصنا العظام الثاني يا مهمنا ويا جهلت مصدره معروف انا ما فوته واللي نور درب السنع يلقى رجال قوته واللي يبال البس يا بالغير ملبوس حرام يا مرحبا حياكم الله يا مرحبا يا جبريل ذولي اخوياك جايينك بعشرين الف وسيف ومسدس ان كانها واجد تستاهلها وان كانها قليل غلانا يسد الله يحييكم الله يحييكم من ممشاكم يا ملفاكم وافين مرحبا ومسهلا الله يحييكم ما جابكم الا وفاكم وانتم وافين واللي مديتوه وافي مرحبا ومسهلا مرحبا مرحبا مليون يا هلا حياكم الله حيا الله الجميع يا هلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين وولي الصالحين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام البشرية أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد
ضيوفنا الكرام، نحييكم بتحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحييكم أجمل ترحيب، حللتم أهلاً ووطأتم سهلاً. نحييكم ونحن نبتهج وإياكم في ليلة الفرح والسرور، بعد إن قضينا بالأمس ليالي وأيام عيد الفطر المبارك. نسأل الله لنا ولكم قبول صالح العمل، وأن تكون الأمة الإسلامية عامة كل عام وهي بخير وعزة، ويتجدد سرورنا في هذه الليلة المباركة بزواج أخينا الشاب جبريل بن جابر بن عوض الله الوندي، والذي نقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم في خير. ومما يزيد سرورنا واكتمال فرحنا حضوركم الميمون المشرف لنا، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم. نبدأ وإياكم فقرات حفلنا، فخير بداية لكل بداية آيات من الذكر الحكيم، يقرأها على مسامعكم عبد العظيم بن جبر الوندي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أهلا بمن شرفنا حضورهم. الآن نحييكم مع كلمة شيخ قبائل معبد الشيخ مغبش بن سليمان النتاف، يلقيها نيابة عنه ابنه الشيخ عواض مغبش النتاف، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الزواج لبقاء النسل واستمرار الخلافة في الأرض، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الجمع الكريم، باسمي وباسم الشيخ جابر بن عوض الله المعبدي نرحب بضيوف قبيلة معبد خاصة من شيوخ وأعيان القبائل وبمن حضر من مشائخ وأعيان قبيلة معبد، وبكل الجمع الكريم ترحاباً وتقديراً لتلبية الدعوة ومشاركة الفرحة بزواج الابن جبريل جابر الوندي المعبدي. تهنئة صادقة للعريس، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لوالد العريس الشيخ جابر المعبدي هذا الحضور الكبير وحسن الاستقبال وكرم الضيافة. وما هذا الحضور وهذا الجمع إلا تقديراً لمكانته الاجتماعية بين قبيلته. أيها الإخوة الكرام، لقد أنعم الله علينا في هذه البلاد الطاهرة
بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذه الثلاث متوفرة عندنا ولله الحمد، فنحن ولله الحمد في هذه البلاد في أمان عام وصحة ورزق وخير كثير. نحن آمنون في بيوتنا، آمنون في أسواقنا، آمنون في أسفارنا ولله الحمد. وكذلك نحن في صحة في أبداننا وعافية في أجسادنا، وكذلك نحن في رزق من الله عز وجل. توفرت لنا الأرزاق، وهذه نعم عظيمة يجب علينا شكرها والقيام بحقها. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن هذه النعم بسطها الله على أقوام وأمم قبلنا، ولكن كفروا بأنعم الله فأذاقهم لباس الجوع والخوف. والمتأمل في حالنا اليوم وما نراه من الإسراف في الولائم ما يزيد كثيراً عن حاجة الناس. وللأسف الشديد إن مصير هذه النعم إلى حاويات النفايات، فهذا هلاك ومعصية لله. أما نستحي من الله؟ ألا نخشى أن تزول هذه النعمة التي لم نشكر الله عليها؟ ألم نسمع قول الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ألم نلحظ ارتفاع الأسعار في معيشتنا خاصة في السنوات الأخيرة؟ أليس هذا نذيرا لنا أن نعود إلى الله بشكر النعمة؟ أليس حريا بنا أن ننظر إلى من حولنا من البلدان وما حل بهم من قلة الأمن وضيق العيش؟ فهذه سنة الله جل وعلا، أن من لم يشكر نعمه فإنه يسلبها منه. هل ترون يا من تقومون بهذه الأعمال المشينة من التبذير والإسراف أن يحل علينا غضب من الجبار المنتقم فيرفع عنا هذه النعمة حتى نتمناها فلا نجدها؟ نعوذ بالله من ذلك. ووالله إني أخشى ذلك، لأن نعمة الله قد امتهنت من بعض السفهاء. ألا ترون ما حل بنا من ارتفاع في جميع الأسعار؟ إنه من نوع العقوبة، إنه نوع من العقوبة لمن يتفكر ويعقل. إننا ندعو عقلاء الناس إلى وضع حد لهذا الإسراف بكل أشكاله وأينما وجد، وأن يقوم أهل الحل والعقد في كل قبيلة بوضع الحلول التي تضمن عدم الإسراف في الزواجات أو غيرها، كأن يكون لكل قبيلة زواج جماعي لأبنائها يحدد على فترتين خلال السنة. ففي هذا الحل توفير كثير لمصاريف الزواج وتيسير على الناس في الحد من الحضور المتكرر طوال العام. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أمننا ونعمه في هذه البلاد الطاهرة، وأن يوفق كل مصلح يسعى لمرضات الله ومن أجله سبحانه وتعالى. نكرر تهنئتنا للعريس ووالده، ونكرر الترحيب بالضيوف الكرام، فأهلا وسهلا بالجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الشيخ على الكلمات الثمينة والنصائح
شباب القبيلة، ولعلنا أن نكون قد استفدنا منها في المستقبل إن شاء الله. أما الآن نحييكم جميعاً مع كلمة راع الحفل وصاحب المقام الشيخ جابر بن عبد الله الوندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً، وحياكم الله. الله يحييكم تحية الإسلام، كل من جاء في هذا المحفل الله يحييه، من جميع القبائل، من مشايخ، من شعار، من وجهاء، من أعيان، حياكم الله. الله يحييكم عامة وخاصة بأرحامنا المراعشة المشايخ، مشايخ رابر، الله يحييهم. ثاني ما هو، حنا في نعمة، زي ما تفضل الشيخ مغبش، زي ما تفضل عواض بن مغبش سليمان النتاف، شيخ قبائل معبد بيض الله وجهه، وحنا مهما نسوي، حنا مهما نسوي في الحفل أو نجي كل واحد في محله، ما حنا قادرين نرد الصنيعة اللي أنتم جيتوا بها الليلة. الله يحييكم، حنا عارفين أنكم جايين، حنا عارفين أنكم جايين مكملين واجب، وبيض الله وجيهكم الجميع من جميع القبائل الليلة. الله يحييكم تحية الإسلام. في ظل حكومتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمير سلمان، وولي العهد الثاني وأمير منطقة مكة مشعل ابن عبد الله حفظهم الله جميعا، حنا في من وفي نعمة نحمد الله ونشكره ونشكر جميع من حضر بهذا الحفل. والله مهما تكلمنا، لو نتكلم من ناخذ ساعات في الكلام ما نرد لكم الصنيع، لكن ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان صنيعكم الليله اللي جيتوا له ان نقدر نرد منه لو شيء، لو بعض شيء منه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، نكرر الترحيب مرارا وتكرارا، وشعور وتهيج فرحا وفخرا بكم. قصيده ترحيبيه للشاعر سعد بن سباد المعبدي بهذه المناسبة، فليتفضل. يلقيها نيابة عنه ابنه محمد بن سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميع. يقول: عداد ما لبى إلى الحج محرم، وأعداد ما تمشي على الروس الأمواس، يا مرحبا ترحيبنا انصابها الضيف، ونقدمه للضيف طاله نوماس. أقدم الترحيب أنا بالنيابة عن جابر الوندي وربعه على الباس، ألاد مقنع عزوتي تاج راسي، لا ضاقت الدنيا ودقن الأجراس، من لابة ماهي بليات لابة، معبد اللي فعلهم يرفع الراس، فكاكة العاني وذباحة الحيل، وأهل الكرم والجود للعلم رماس. يا عسكر البارود يا أهل الحمية، هذا اسمكم معروف تشهد به الناس، يوم المشوك والقنا والذخيرة، يوم المشوك والقنا والذخيرة، هذا اسمكم وأنتم على الاسم حراس. ما همنا من هو عن الحق غايب، ولا همنا من هو تلمس تلماس، ولا همنا من هو يحشد التعاشير، ولا همنا من هو يعشر بالأعراس. هذه حقايق والحقايق بالإثبات، للشعر نقادة وللخيل في الراس، ونعمين في كل القبائل بالأخص، الكل في يوم الوغاء يقبس قباس، واليوم فمن وعز وظلال وامان، والحمد لله خير واموال وغراس، في ظل حكام تطبق كتابه، وهدي النبي في الحكم منهج ونبراس، ولا العدو يبقى بكيده وغيظه، اللي معه في الصدر وسواس خناس. يا مرحبا ترحيبنا انصابها الضيف، ونقدمه للضيف طاله نوماس.
يا مرحبا ترحيب ننصابه الضيف ونقدمه للضيف طاله ونوماس وسلامتكم. صح لسانك وسان ابوك، الله يحييكم. نحييكم ايضا مع الشعر والشعراء قصيده للشاعر الكبير والعلم شاعر القبيله والتي تفتخر به في جميع المواقف، الشاعر مطلق بن طليق المعبدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا، حيا الله الجميع، ومبروك للشيخ جابر جواز ابنه، ومبارك لفارس هذه الليلة، ونقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير. باسم جابر جابر الوندي ومنهم عزوة له، ربعها اللي كاسبين المجد حامين التوالي. يا هلا يا مرحبا يا ضيوفنا حياكم الله، عد زلزال الرعود وعد برق الخيالي. والتحية تشمل اللي حاضرين الحفل كله، للكبير وللصغير وللبعيد وللموالي. فلها من الطيب ريح العود مع ورده وفله، والشحم لضيوفنا والكيف من صفر الدلالي. عسكر البرود حنا والكرم فينا جبله، ورث من شيابنا ومورثين للعيالي. والشجاعة طبع فينا والوفا حنا أهل له، من على مضى السنين ومن قديمة الليالي. وانت يا جبرين عانقت النجوم اللي مطلة، فزت يا طير السعد بمناسبة عز الرجالي. وانت يا جبريل عانقت النجوم اللي مطلة، فزت يا طير السعد بمناسبة عز الرجالي. والدليل ما يبيله في الحقيقة من يدله، دام لعيالك يا ذخر الحر جوت الخوالي. ومن هو يناسب فهد حظه كبير ومدعي له، مرعشي في علوم الطيب يرقل المعالي. ومن هو يناسب فهد حظه كبير ومدعي له، مرعشي في علوم الطيب يرقل المعالي. والمراعش كل واحد بالوفا حفل سجله، علم ثابت ما يبيله لا نقاش ولا جدالي. ربعنا وما وحنا من قبيله مستقله، من قبيله حرب حرب اللي بعيدنا المنالي. من يلوذ ابن ذراه ومن يعادنا نذله، من يلوذ ابن ذراه ومن يعادنا نذله. فعلنا مشهود تاريخه وباقي لا يزالي. والقبايل والنعم ما فيها فهل الطيب خله، كل دار فيها حقه من زحازح الرجالي. والوطن يا الله يا ربي تديم منه وظله، واحفظ بحفظك مليك المملكة يا ذا الجلال. واحفظ أخوانه وعنهم، واحفظ أخوانه ومنهم فالمواقف محزم له. واحفظ السنة من أصحاب الفتن ولا الضلال. والختام أهلنا هلا يا ضيوفنا حياكم الله، عد زلزل الرعود وعد برق الخيالي. وسلامتكم. عالم يا سالم، صح لسانك وبيض الله وجهك. مرحبا واهلا. عدد سحاب الخيال، الله يحييكم. الان مع مشاركه الضيوف، ف
فقصيدة شعرية للشاعر الشيخ خلف بن رشيد العتيبي يلقيها نيابة عن ابنه عبد المعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بديت باسم اللي خلق بأمره جميع الكائنات، وأمة محمد عزهم بأمره على كل البشر. سلام للي حاضرين الحفل من كل الجهات، والرجل في مبداه يبدأ بالسلام اللي حضر. يا هاجسين الظن بيوت الشعر واخذ المفردات، المفردات اللي سوات النقش في صم الصخر. بيوت الشعر من سمعها قال هذه معجزات، وانا ما اقول الشعر لين اختار لقف بحر. بديت باسم اللي خلق بأمره جميع الكائنات، وأمة محمد عزهم بأمره على كل البشر. سلام للي حاضرين الحفل من كل الجهات، والرجل في مبداه يبدأ بالسلام اللي حضر. يا هايسي نظم بيوت الشعر واخذ المفردات، المفردات اللي سوات النقش في صم الصخر. بيوت شعر من سمعها قال هذه معجزات، وانا ما اقول الشعر لين اختار لقاف وبحر. اعبر بحور الشعر وابدي في علو النايفات، وارفع مقامه لين اعدي به على سطح القمر. واليا بغيته زان نظمه فرّي اجي لثقات، ولابديه لين الفكر في صدري يسوي مؤتمر. والشعر ديوان العرب تهرج بها السبع الغات، وان كان ما ينطق بقول الصدق ما هو معتبر. يا جابر الوافي يا راع الطيب موف الواجبات، يا جابر الوافي يا راع الطيب موف الواجبات. يمناك في مد العطايا كانها غيث المطر، يا درع حرب احزامهم رعى العلوم الوافيات. دون القبيله بلوفة راسك يشوش من الظفر. اقول هرج الصدق ما اقول هرية ومجاملات، انت الصديق الوافي المقدام وحزام الظهر. ترسي كما ترسي جبال طويق وجبال السرات، صديق للصدقان واخصامك تموت من القهر. أقول هرج الصدق ما أقول هرية ومجاملات، ما عليكم زود. أقول هرج الصدق ما أقول هرية ومجاملات، أنت الصديق الوافي المقدام وحزام الظهر. ترسي كما ترسي جبال طويق وجبال السرات، ترسي كما ترسي جبال طويق وجبال السراد. صديق للصدقان وخصامك تموت من القهر. وناسبت لك ربع كفو ويغلقون النايبات، رجالهم فيها الوفا فطرة ومؤمن بالقدر. أفعالهم بالطيب فالمجد التليد مسجلات، تبقى مع الأجيال محفوظة على طول الدهر. وناسبت لك ربع كفو ويغلقون النايبات، رجالهم فيها الوفا فطرة ومؤمن بالقدر. أفعالهم بالطيب فالمجد التليد مسجلات، تبقى مع الأجيال محفوظة على طول الدهر. المرعشي معروف فالميقاف داهي تدهات، الكف تنده بالكرم. المرعشي معروف فالميقاف داهي تدهات، الكف تنده بالكرم والراس يقدح من سطر. وفهد اليقل وفهد تكفى يرعى الطائلات، جاب اذل ماله وحاله عن لزومه ما اعتذر. لو اني اكتب عن فعوله بالقصيد معلقات، ما حسيتها لو اني اقف فوق هالمنبر شهر.
لو إني أكتب عن فعوله بالقصيد معلقات ما حصيتها، لو إني أقف فوق هالمنبر شهر من روس حرب أهل الوفا للراحة الدعوة وجاد مكرمين الجار مجبان الدخيل من الخطر، من روس حرب أهل الوفا للراحة الدعوة وجاد مكرمين الجار مجبان الدخيل من الخطر. قلته وأنا من روس روق أهل السلوم الغاليات، أهل الوفا والطيب والأمجاد والموت الحمر. قلته وأنا من روس روق أهل السلوم الغاليات، أهل الوفا ما عليكم زود، أهل الوفا والطيب والأمجاد والموت الحمر، مزبان من حد الزمان من سنين ماضيات، في ماضي الدنيا وحاضرها فخر يتبع فخر. أولاد روق اللي اعتزوا على ظهور المسرجات، يا كم نهار فيه بارقهم على القوم انتصر. مزبان من حده زمانه من سنين ماضيات، في ماضي الدنيا وحاضرها فخر يتبع فخر. أولاد روق اللي اعتزوا على ظهور المسرجات، يا كم نهار فيه بارقهم على القوم انتصر. واختامها صلوا على خير البشر عسن الصفات، أطهر بشر طلعت عليها الشمس من بدو حظة. سلامتكم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك يا بن روق وكفو ولا عليكم زود. مشاركة أخرى مع الشاعر ثامر بن مشهور العتيبي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبارك للشيخ جابر الوندي زواج ابنه فارس هذه الليلة، وأقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. كما أشكر أخوي الشيخ خلف بن رشيد على هذه القصيدة، وأنا أعتبر اللي قايل هنا. سلام من شاعرنا تشهد جماهيره، اليا وقف قال خلوا علمها عندي. سلام من شاعر تشهد جماهيره، اليا وقف قال خلوا علمها عندي، ويشهد لها الشعر وتصفق شواعيره، منزه عن كلام المفلس الفندي. وانا عتيبي وقولي من مصادير ورابع عتيبي وقحت حنار من زندي، وانا عتيبي وقولي من مصاديره وربعي عتيبه وقد حنار من زندي، ولا الحفل هذا كنا ما غيره اقناد تستاهل، ولا الحفل هذا كنا ما غيره اقنادها الكيف والكمبودية الهندي، من عصر هبت من الغربية تباشيره، وراعيه شيخ على الأمجاد مستندي، شيخ لفيناه من طيبه وتقديره، حي وقوي العزايم جابر الوندي. شيخ لفيناه من طيبه وتقديره، حي قوي العزايم جابر الوندي، شيخ معبد تشوش الياهب تزيره، ما هو علشان نحر الحشو والمندي. والمندي تستاهل تستاهل. شيخ معبد تشوش الياهب تزيره، ما هو علشان نحر الحشو والمندي، من قوباسه ونوماسه وتفكيره كأن المكارم لها في جانبه بندي، يامر على الطيب وتوقف بوابيره، يعني كما يامر الضابط على يامر على الطيب وتوقف بوابيره، يعني كما يامر الضابط على الجندي. تعال يا الحاتمي يا معطر السيره، تعال يا الحاتمي يا معطر السيره، يا جابر
تعال يا الحاتمي يا معطر السيرة. السيرة يا جابر اللي يمينك بالشحمة تندي عطني يمينك عطني يمينك ما في الموضوع تأخيرة الطيبة اللي سواتك واجبها شندي الله يوفق ولدك الخير والخيرة والمعذرة والعذر يا جابر الوندي. ونعم ونعم بيض الله وجهك بيض الله وجهك اي والله ونعم صح لسانك. اما الان فمع مشاركه للشاعر سفر سلوم النفيعي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير. اولا نهني فارس هذه الليله ونقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. أما المشاركة واجب أبو جبريل أكبر منها، واجب الحضور أكبر منها، ولكن نعذرون على التقصير. يا مرحبا. سلام الله السلام في شهر عيد رمضان عد سلام الله السلام في شهر عيد رمضان يعد يعد المكرم الضيفان ابو جبريل ويعدي يعد الخامس الوندي هل المقف يعد الخامس الوندي هل الميقاف ومعبد ويشمل حرب ويمجد هل النخوة والأمجاد وشيخ يشهر الدعوة مثل جابر مع الربجد يجيها المدح نوم من سما الابداع من قادي. ونعم عليك ونعم عليك زود والسامعين. وانا جيت بمحل به ندى الترحيب ما لحد محل كرام وتجيها الكرام شيوخ وفرادي تشرف حربي يا جابر كلام صدق ومؤكد قبول ضيوفي ولا عرفي ولا حرب وجهادي يا بوجه بشوش للمسير وابتسامة ود وراعي مجلس فيها الشحم ودلال بغدادي وبو جنب لي حل المزاح ما يهاب الضد وبو عرف يحل المعضلات ويرشد الغادي ترى مدحي على فعل لا انت لك خيرك ترى مدحي على فعل عليها المجتمع يشهد وبو جبريل فعل للثنا مرتع وميرادي ابو جبريل بحر بالمكارم كل موج مد ولا يجزر يكود من الحقاق ومجلسه نادي وربع حرب وربع حرب اهل فعل مع التاريخ متسيد جبال شامخه بمجادها ما حدها حادي وربع حربها الفعل مع التاريخ متسيد
جبال شامخة بمجادها ما حدها حدي، وانا شاعر عتيبي جيت امثل عزوتي مسعد نفيعي، ما عليكم زود نفيعي، والسفر في اسمي سفر لبيه يا منادي، ما عليكم زود، وانا شاعر عتيبي جيت امثل عزوتي مسعد نفيعي، والسفر في اسمي سفر لبيه يا منادي، ألبي دعوة الطيب كما لبي ندى المسجد، وهدا يرسل الدعوة وأنا جيته بميعادي، أجي لو كان من دونه بحر قطبي ومتجمد، أجيه ليا كتب ربي وأجيله بجزل جدادي، وأنا باسم العروبة وأنا باسم العقيدة والعروبة مخلف الموعد، ألبي والقوافي منتجات الفكر وإعدادي، وعلى خاتم جميع الرسل خير المرسلين أحمد صلاة الله صليها وصلوها على الهادي. سلامتكم بعد ما تقصير. حياك الله، الله يحييك وبيض الله وجهك، حياك الله. صح لسان شاعرنا الشاعر سفر سلوم النفيعي، والآن مع مشاركة الشاعر علي بن ستر الله المجنوني فليتفضل. ابن ستر الله المجنوني، نعم، شيخ من شيوخ حرب، حيا الله. ايوه قرب يا ابو، قدم شوية يا عمي، قرب يا الوالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. سلام يا جابر الولدي والعموم الحاضرين والغايبين، رديه من المجنون الحاضرين أبديبا، دعيتونا وجينا ملبين، ويا ليلة السعد يا سامعين، معبد والحاضرين للضيفان والله مفتحات أبوابها، مبروك مبروك، قولوا معي يا حضرة الحاضرين، واللي حشم بني عمر ويحترم عموم جنابها، يا حرب يا هل ثلاثة عامر عندكم على طول السنين، من هالخوي والضيف والجار من غير تقصير للي يسمعونها، قالها من ستر الله والفرحة اتعم على عموم الطيبين، الله على سنته وهو اللي أصابها، وصلوا على محمد اللي صلى وجاور قبلة المسردي، يا الله يا مولاي يا ويلي العرش روحي تعتني بها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله. شكرا حياك شكرا الله شكرا الله وجهك وجهك أبيض، حياك الله، أنت مع القبائل وافي كلها، حياك الله. صح لسان شاعرنا، والآن مع المشاركة الأخرى للشاعر رزيق بن ضمن أسلمي فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باسمي وباسم قبيلة سليم أهني الشيخ جابر على زواج ابنه، والمشاركة مشاركة بسيطة. يقول يا جابر الوندي حضرنا عشانك، لأنك كفوف اللازمة لا دعيناك، أنت على ما قيل عن تر زمانك، هذا الكلام اللي يناسب الشرواك، أنت على ما قيل عن تر زمانك، هذا الكلام اللي يناسب الشرواك، واللي ما يعرف الحقيقة مكانك يمكن يخلط الحمض والسمر والراك، واللي ما يعرف الحقيقة مكانك يمكن يخلط الحمض والسمر وراك، هذاك ما شانه، هذاك والله ما بشانه بشانك، سلمت، هذاك ما شانه، هذاك والله هذاك ما شانه والله بشانك، انت ولد شيخ على الطيب رباك، والله وسبع انعام فيك واخوانك، للجود مزبان وللطيب ملاك، قاسي مهامز قاسي مهامز ما تغير كيانك، صحيح من هو جابر الوند سماك، اللي على قلبك يقولها لسانك، ما تعرف تنافق ولا انت بشكاك، على طريق العز
تشعب حصانك جابك على درب المراجل ووداك كل العلوم الطيبة في ضمانك يا جابر الوندي كثيرها مزاياك الله على فعل النواميس أعانك أخذتها جزلة بفعلك ويمناك سلام عليكم بيض الله وجهك وصح لسانك الآن مع المشاركة الأخرى للشاعر عبد الرحيم درارة السوداني فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله أبارك لأخونا عبد الرحمن زواج أخوه جبريل وأبت نفسي إلا أن أشارك هذه اللحظة حياك الله وأتمنى قصيدة اسمها ليلة فرح أتمنى أنها تعجبكم يعني حياك الله الله يحييك أنت وقصيدة حياك الله حياك الله قرب المقطع وين راح الشيخ يقول الليلة ليلة فرح كبيرة معبقة بأطيب أنواع البخور والساحة عمرانة معازيم زادهم شرف الحضور والمعرس ولد الوندي شيخ القبيلة جابر جبار الكسور والمعرس ولد الوندي شيخ القبيلة جابر جبار الكسور صاحب الحكمة رجيح العقل ميزان للأمور صاحب الحكمة رجيح العقل ميزان للأمور طيب الذكر والأفعال كلامه عسل رحيق زهور كريم شهم جواد حاشم قعود للعابرين نحور عادل همام خلوق جابر على القبيلة غيور طيب الله وجهه والله أنه غيور على القبيلة لا يخشى لومة لائم في الحق ساتي وللحق نصور فهد الفهود يا المرعسي المرعسي بعد فهد الفهود يا المرعسي يا الوندي فرحان بيك فخور انت العفاف والأدب والحزم ما في حد منك نفور وين هو المرعشي تعال المرعشي ويا عابد الرحمن نبارك للأخو ولدعوتي مشكور انت العزيز النشمي وفي الشدائد دائما مغوار جسور جينا نبارك للعريس جبريل هذا المجلد ما هو سطور أصل وفصل بين العشائر والقبائل كاملا ما في قصور يا عسكر البارود ويا عسكر البارود ويا عسكر البارود يا معبدي تاريخكم يشهد لا رياء ولا غرور قبيرة للكرم عنوان حاتم الطائي غيور منكم امسك امسك يا عسكر البارود يا معبدي تاريخكم يشهد لا رياء ولا غرور قبيلة للكرم عنوان حاتم الطائي خجول منكم وغيور طالب إله اسم العظيم يحفكم صحة ودائما في سرور وكل أيامكم سعادة وفي عبادة ما تشوفون يوم شرور وسلامتكم بيض الله وجهك يا الزول بيض الله وجهك بيض الله وجه الحاضرين هذا هدية وتستاهل هذا هدية للشاعر الزول بيض الله وجهك تستاهل كل خير الله يبارك فيك هذا منا ومن الوندي والله تستاهلون كل العلوم دي خبرناها في عبد الرحمن عشان كذا كملنا بارك الله فيك أيوة. الله يحييك هذا الشبلي من هؤلاء الاسود الله يحييك من حيابك الله يحييك من حيابك بيض الله وجه شاعرنا اخ العرب السوداني رحبوا معي به جميعا وحيوه فانه والله يستاهل التحيه اهلا ومرحبا بضيوفنا الكرام فردا فردا وانه لشرف عظيم وفخر كبير لنا في حياتنا تشريفكم لنا في هذه الليله السعيده والتي يزيد سعادتنا فيها وفاء اصدقائنا هنالك هدايا مقدمه من بعض اصدقاء فارس هذه الليله
وهي على النحو التالي: هدية عبارة عن رشاش مقدمة من الأخ الكريم عادل بن رجاء المطيري. صبر يا ابن الحسن. سلمت. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك يا مطيري. الله يحييك. حياك الله. انتم من معك من مطير. الله يحييكم. الله يبارك فيك. ضيوفنا اوفياء. الاخ عادل احدهم، بيض الله وجهه. اما الان فمع الهديه الاخرى، وهي عباره عن سيف مقدمه من الاخ الكريم لافي محمد مطر الشلوي، قد تم تسليمها في الاستقبال، فمرحبا ومسهلا. الهدية الأخرى عبارة عن سيف مقدمة من الأخ فارس سليمان الذيابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشيتوا بخير جميع. حياك الله. أنا جاي أمثل عن والدي سليمان بن مريد الذيابي. ونحن أعتذر عن الحضور. وهذه هدية رمزية عبارة عن سيف. حياك الله. يستاهل الطيب ابو جبريل. حياك الله. ومبلغ مادي وقطعه ارض بمنطقه مكه المكرمه في حي وادي جليل. حياك الله. يستاهل اكثر. يلا حيه. يلا حيه. حياك الله. يلا حيه. حياك الله. بيض الله وجهك انت والوالد. حياك الله. نحييكم جميعا، ونعلم ان المشاعر تفوح بهذه المناسبه. ضيوفنا الكرام، هناك مشاركه قصيده شعريه من الشاعر ذيب المشعل القحطاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا. ألف مبروك للعريس. حياك الله. وأجد نفسي محرجا بعد الشعار اللي تقدموا وصح الله أسنانهم من كل القبائل ومن كل الجنسيات. حياك الله. بديت بسم الله بداية كلامي، الواحد المعبود رب الأنامي، الواحد اللي عزنا في بلدنا واضفى علينا بالنعم والسلام. الواحد اللي عزنا في بلدنا واضفى علينا بالنعم والسلام. من بعدها سلام يا اهل المواقف، اهل المواقف يوم شد الحزامي. من بعدها سلام يا اهل المواقف، اهل المواقف يوم شد الحزامي. سلام يا حرب الزعامة والأمجاد، سلام يا قمة كبار الأسامي. سلام يا حرب الزعامة والأمجاد، سلام يا قمة كبار الأسامي. عزيز تستاهل. لا أنت. حياك الله. سلام يا قمة كبار الأسامي، يا عسكر البارود، يا منبع الجود، يا عزوة يوم الوغى ما تضامي. يا عسكر البارود، يا منبع الجود، يا عزوة يوم الوغى ما تضامي. أقولها وأنا صدوق المواقف، أهل المواقف والشرف والمقامي. أقولها وأنا صدوق المواقف، نسل الرجال أهل الوفا والمقامي. عزوة مضي من طوعت كل عيال الأثار من بين الخيول العسامي. عليكم زود. عزوة مضي من طوعت كل عيال لثار من بين الخيول العسامي. قحطان لا عدة وزحول الرياجيل يشوش شاعرهم وهو ما يلامي. قحطان لا عدة وزحول القبائل يشوش شاعرهم وهو ما يلامي. لا خير في راس بلية حمية، ولا خير في شعر يزل النظامي. لا خير في راس بلية حمية، ولا خير في شعر يزل النظامي. هذا وحنا لا دعا الداعي إخوان في ظل دولتنا نضد الخصامي. ونعم. هذا وحنا لا دعا الداعي إخوان في ظل دولتنا نضد الخصامي. دون الوطن والدين ما نقبل الهون، نارد على الهية ورود الحيامي. الله يعز الدار واللي بنى الدار، مؤسس الدولة عساها الرحامي. الله يعز الدار ويمسس الدار، موحد الدولة عساها الرحامي. نبقى على البيعة على طول الأيام، هذا الكلام اللي عليها الكلامي. ومن خان دين الله يبشر بالإفلاس، شكره على سيف يقص العظامي. والمعدلة لا صار في الهرج تقصير، وتقبلوا شكري وكل احترامي. ونعم ونعم ونعم. حياك الله. حياك الله يا هلا. الشيخ جابر طالب مني مشاركة. يا لا 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 يا لا 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 لا
النواس مهيب المناظر مخابر سلام باسم سليم عند الأكابر معبد اللي منهم الشيخ جابر شيخ كريم وتكسب الطيب يمناه الناس ما هم بالمناظر مخابر سلام باسم سليم عند الأكابر معبد اللي منهم الشيخ جابر شيخ كريم وتكسب الطيب يمناه جابر دعانا واحتسانا وجينا انجيف الماجوب وهو يجينا لولاه غالي ما احتسانا وجينا لولاه غالي ما احتسانا وجينا جابر دعانا واحتسانا وجينا انجيف الماجوب وهو يجينا لولاه غالي ما احتسانا وجينا لولاه غالي ما احتسانا وجينا جابر لي ضاقت عليك المحاريف اقلط على اخو جبر راع المواقيف جابر لي ضاقت عليك المحاريف اقلط على اخو جبر راع المواقيف يشيل حملك عنك لو يا زن طريف شيخ فرج كربة دخيله لي جا جابر لي ضاقت عليك المحاريف اقلط على اخو جبر راع المواقيف جابر لي ضاقت عليك المحاريف اقلط على اخو جبر راع المواقيف يشيل حملك عنك لو يا زن طريف شيخ فرج كربة دخيله لي جاه يا حمام لا ترجينا فخيل لقته ما هو عن الناس زايد ما غار بفعاله ولا مجاد زايد خصم على الاخصام بالحيل كايد كم خصم يا كم خصيم الشيخ جابر تعشاه في خلقته ما هو عن الناس زايد ما غرب الافعال والمجد زايد خصم على الاخصام بالحيل كايد يا كم خصيم الشيخ جابر تعشى اليا واهرجنا هرجنا مثبتينه ربعه معبد كلهم في يمينه اليا واهرجنا هرجنا مثبتينه ربعه معبد كلهم في يمينه أبطال وهو الشيخ ومقدرينه
شيخ والحشمه وقيمه والهجان تبيا والكرم تلقاه عند المعابيد تبيا الطناخه روح قاشر معابيد تبي المعزة روح جاور معابيد جاور معبد ما ذكرناه تلقاه كساب تطالات في كل محضوار قصيرهم يلقى معزه ومقدار أهل الكرم للضيف شبابة النار الضيف لا جاهم تكثر تحاياه وجيهكم بيض الله يعطيكم العافية من دون نقص في حقوق القبائل في كل دار رجال ولهم فعايل كسابة المعروف وأهل الجمايل الطيب وأهل حيث ما رحت تلقى تستاهلون أكثر من كذا واعذرونا على التقصير ضيوفنا الكرام مرحبا ومسهلا بكم جميعا والله إنه لا يستحق التكريم كل واحد منكم والله كل واحد الليلة اللي هنا يستحق التكريم لكن هناك هدايا نستبيحكم عذرا في تقديمها إلى بعض كبار ضيوفنا وبعض القادمين من ديار بعيدة يقدمها الشيخ جابر الهدية الأولى مقدمة للشيخ حامد بن محمد المرعشي يستلمها عنه ابنه عبد الحميد حامد المرعشي فليتفضل حياكم الله جميعا هدية أخرى مقدمة للشيخ عطيت الله حسين المرعشي مرحبا حياك الله حياك الله حيا الله الجميع هدية أخرى مقدمة للشيخ فهد حسن المرعشي هلا هلا يلا حيا حياكم الله مرحبا مرحبا حياكم الله حياكم الله حياكم الله يا مرحبا حياكم الله هلا يلا حياكم الله هذا نسيبنا فهد المرعشي حيا الله كفو دروسنا حياكم الله ما عليكم زود ما عليكم زود تستاهل احسن هدية أخرى مقدمة للأخ المقدم البحري ركن خالد بن صلاح الجدعاني يلا حي يلا حي هلا هلا حياك الله حبيبي هلا الأخ المقدم البحري ركن خالد بن صلاح الجدعاني حياك الله حي مرحبا حياكم الله شرفتونا الله حياكم الله الله يحييك الله يحييك هدية أخرى مقدمة للأخ الرائد الجوي الركن صلاح ذيابي يلا حي يلا حي يا مرحبا الله يبارك فيهم حييهم حياك الله يا مرحبا يا مرحبا أيضا هدية أخرى للأخ ضيف الله الأسعدي مقدم من الشيخ جابر فليتفضل الشيخ ضيف الله الأسعدي حياه الله حياه الله يلا حي مرحبا الله يحييهم جميعا حياك الله حياك الله حياك الله يا مرحبا حياك الله هلا هلا الله يسعدك الله يسعدك والله انك تستاهل الله يبارك فيك وبيض الله وجهك ومن طيب اصلك الله يعطيك العافيه وفي الختام لا يسعنا الا الشكر الجزيل والترحيب العميم بكم جميعا اهلا وسهلا والف مرحبا ونشعركم بانه سوف يكون هناك محاوره شعريه بعد وجبه العشاء نحييكم أفضل تحية دمتم ودمنا على خير وبخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بنات الفكر من تيب معذورة حضري بالجزل جمعي وانفرادي شاعر والشعر ابن المنبحورة وارسم الأهداف واقدح منزلي
ربعي يا للعز.